السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد علي من سلطنة عمان. حبيت أشكر الأخ وسام على الدورات القيمة اللي عقدها، دورة التحليل الموجي ودورة البرايس أكشن، واللي الحمد لله رب العالمين أخذتهم أنا من فترة تقريبا 3 شهور. استفدت استفادة كبيرة من خلال تعلمي في هاتين الدورتين، والحمد لله رب العالمين أنا شغال في سوق الفوركس من فترة، وبعد اشتراكي مع الأخ وسام في دورة البرايس أكشن ودورة التحليل الموجي اطلعت على أمور خفية كثير ما كنت على علم بها، ولولا فضل الله ثم فضل الأخ وسام بالدروس التعليمية اللي قدمها كنت ممكن أدخل في خسائر كبيرة. بفضل الله بدأت أحقق بعض الأرباح واستعيد بعض الأموال أو جزء من الأموال اللي خسرتها في السنوات السابقة. وأنا أشجع كل شخص يشوف هذا الفيديو أنه يسارع في الاشتراك في دورة التحليل الموجي ودورة البرايس أكشن، لما إن شاء الله سيجنيه من أرباح كبيرة في حال أنه فعلا رغب في التعلم. وأشكر مرة ثانية الأخ وسام شكر جزيل على هاتين الدورتين، وحقيقة يعني سعر الدورتين هذيلة أنتم ممكن تحققهم في خلال صفقة واحدة بعد ما تتعلم من خلال دورتين. شكرا جزيلا لأخو سام. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد في قناة العلم لا يعرف الكذب. العديد من الإخوة طلبوا مني تحليلا لعملتي شيبا، وسنقوم بتحليل هذه العملة معا إخوتي الكرام. لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها سأضع لكم في صندوق الوصف. في هذه القناة نضع آخر عروضنا وآخر عرض هو الحصول على دورتين بسعر دورة واحدة، دورة التحليل الموجي ودورة برايس أكشن، $197 فقط، 34 فيديو مسجل، 25 ساعة من المعلومات. سأضع لكم رابط التليجرام أسفل في التعليقات، خذوا الرابط كاملا، أنا الذي أجاوبكم مباشرة. في هذه القناة المجانية للتليجرام كذلك نضع أراء المشاركين في دوراتنا التدريبية، أرباحهم صوت وصورة حتى تتضح لكم الصورة وتعرفوا أن دوراتنا يمكن اعتبارها الأفضل في عالم التداول. لا تنسوا الذهاب إلى الموقع probavetrader.com، في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءتها في ميدان التداول، كذلك هناك كتب مجانية يمكنكم تحملها مجانا مثل الدليل الأساسي للشمالية بين المبتدئين، فقط تضغط على إبداء مجانا، تضع إيميلك الخاص وتصلك الكتب إلى إيميلك أرخص. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو ده مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية، تضغط على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العلم لا يعرف الكذب لا تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلب منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى دوراتنا التدريبية. طيب، شيبا عندما نظرنا إلى فريم اليومي وجدنا أنه دخل البيج بوي هنا، دخل البيج بوي هنا في هذه المنطقة، منطقة حرب بين المشتري والبيعين، إذن هنا دخل البيج بوي، هنا كذلك دخل البيج بوي بالإضافة إلى سمارت تريدرز. لدي هذه الموجة وهذه الموجة، هذه الموجة أقوى زخمان، أطول، أكبر، المومنتوم أقوى، مما يعني أن المشترين أقوياء، مما يعني حتى ولو نزل شيبا هناك احتمال كبير أن يصعد السعر، خصوصا أن هذا النزول أقل قوة من الصعود، هذا النزول تصحيحي. وعندما أقول تصحيح هنا يدخل التحليل الموجي، هنا عندما نتحدث عن النطاق وعن البيج بوي وهذه الأمور يدخل المنطق والبرايس أكشن، وهنا يدخل التحليل الموجي. وفي التحليل الموجي إذا نظرنا سنجد أنه لديه موجة دافعة تصحيح ثم موجة دافعة. أوكي، هذه الموجة الدافعة عندما أردت تحليلها وجدت أن هي موجة ثلاثية بها هذا النموذج expanding flat، موجة دافعة expanding ثم موجة دافعة. أوكي، جميل جدا. كذلك وجدت مشكلا فيها، أن هناك ربما زيادة في الزخم في هذه الموجة بين هنا، لا ليس هناك زيادة في الزخم، بالتالي ليس هناك مشكل. المشكلة دي وجدته هنا في هذه المنطقة، في هذه المنطقة في آخر موجة عندما حللت بنيتها، هذه الموجة عندما حللت بنيتها على فريم 4 ساعات، يفترض أن لا يكون بها زيادة في الزخم، يفترض أن تكون موجة، يعني هناك تناقص في الزخم. إذا أردت أن أبحث عن الصعود، إذا أردت أن أبحث عن الشراء الاستثماري، وأكبر تصحيح هو هذا الإكسباندين فلات، بالتالي وهذا النموذج المشكلة، أو يجب أن تكون قويا في تحديد النماذج. إذا لدي هذه الموجة إلى هنا، هذه أول موجة، هل هناك نقص أو زيادة في الزخم؟ وهذه ثاني موجة، هناك نقص في الزخم، زيادة في الزخم، يعني هذه الموجة
أقوى الموجة الأخيرة التي هي هذه الموجة. كمان هذه الموجة أقوى من هذه الموجة وزخمها أكبر، مما يعني أن هذا سيكون ماذا؟ جدار. جدار. عندما رأينا هذا التصحيح عرفنا أن الشبه سيصعد، لكن قلنا أنه ما دام نحن في جدار قد يكون هذا فقط تصحيح للنزول. إذا أردت أن أقول أتأكد 100% أن هذا أن الشبه هو للصعود، يجب أن يكسر لي هذه المنطقة أولا ثم يصحح، ثم يصحح. هذا ما قلناه، وهذا الذي يحدث الآن، هذا الذي يحدث الآن. إذا انكسر لنا هذه المنطقة التي مستوى 33.04. ماذا قلنا؟ قلنا نريد أن نرى تصحيحا هنا regular flat. هل هذا regular flat؟ والله regular flat. أوكي، إذا لدي موجة دافعة نموذج contracting ثم تسموه مثلث، it's okay. ثم تصحيح الآن. هنا لدي هذه الموجة وهذه الموجة، هناك الآن زيادة في الزخم. جميل جدا، جميل جدا. إذا أنت ذهبت إلى فريم الساعة، هل لدي تصحيح كامل؟ لنرى إذا لدي. هذا هو التصحيح من هنا. أتمنى أن يعود شيبا إلى هنا، يكسر هذا القاع فقط، يكسر هذا القاع، يصبح هذا هو النموذج. هكذا هكذا يصبح هذا هو regular flat. جميل جدا. إذا كان لدي هذا النموذج، أي موجة دافعة تصحيح يلي الصعود، أي موجة دافعة تصحيح هي للصعود. إذا كنت أكثر، هل يمكن لشيبا من هنا أن يعود؟ ممكن. لماذا ممكن؟ لأنه يعني لازلنا لم نكسر النطاق، لأن يعني هذا النطاق. هل فقط النطاق هو الذي يحكم علي؟ لا. انتبهوا أصدقائي، عندما أقول أريد نطاقا في هذه المنطقة، أريد نطاقا وأريد تغلب المشترين، ليس فقط نطاق. لأن النطاق ماذا يقول النطاق؟ حرب بين المشترين والبائعين، حرب. لكن من الذي تغلب؟ هل المشترين ولا البائعين؟ لا زال لم يتغلب أحد. أحتاج أن يتغلب المشترون أولا، وهنا يمكنني الدخول. طالما لم يتغلب أحد، إذن قد يبقى هذا النطاق هنا. هل ممكن يتغلب البائعون؟ ممكن، وينزل السعر، يكسر القاع مرة أخيرة. لكن أنا لست مهتما بالبيع، أنا مهتم بالصعود. لأن البيع، لاحظوا المسافة كم المتبقية للبيع، فقط كسر القاع ثم يعود. لكن الشراء لاحظوا المسافة، لاحظوا الفرق بين المسافة إذا اشتريت والمسافة إذا بعت. إذا أتيحت لي فرصة للشراء أوكي، لكن إذا أتيحت لي فرصة للبيع لست مهتما، لست مهتما. إذا الآن نحن في المنطقة التي قلنا فيها نريد فيها تصحيح، وبالفعل يحدث ذلك التصحيح الآن. ها هو هذا التصحيح. ماذا نحتاج فقط؟ نحتاج فقط إلى كسر النطاق. أين هو النطاق؟ لاحظوا معي. هو النطاق. إذا ماذا أحتاج؟ أحتاج فقط إلى كسر النطاق بقوة تكون يعني أكبر شمعة في هذا النموذج، في هذا النطاق، وبعد ذلك بوم، سيكون هذا اختراق عفوا، سيكون هذا اختراق كاذب. هذا هو اختراقي كاذب، يعني هذا غير موجود أصلا. ولاحظوا السعر يرتد في هذه المناطق. لاحظوا عندما وصل إلى القمة لم يقفل حتى فوق النطاق، ثم هو عائد إلى هذه المنطقة. هل ممكن يكسر النطاق للأسفل ويعود؟ ممكن، ويكون هذا كذلك اختراق كاذب، اختراق كاذب، ثم يعود إلى هنا، يبقى لنا في هذا النطاق، ثم فجأة ترى بوم. وهذا البوم هو الذي أريد. لاحظوا هنا الحرب التي كانت طاحنة، ولاحظوا فجأة ما الذي حدث. لاحظوا المومنتوم، لاحظوا هذه الشمعة كيف هي بالمقارنة مع هذه الشمعة، هذه أكبر شمعة. هذا هو النوع الذي أريد أن أراه، نوع المومنتوم الذي أريد أن أراه هنا في هذا المنطقة. أظن أنني أجبتكم أصدقائي وأعطيتكم أسرار كثيرة. أعطيني مومنتوم وبعد ذلك يمكنني الدخول إلى أين؟ إلى قمة، أي مستوى 89.42، ثم إلى مستوى 127 في بوناتشي إكستنشن، لكل هاتين الموجود من هنا إلى هناك. أي لا أقول 114، 113، لكن نحتاج إلى إظهار القوة أولا قبل بحث عن الصعود. أوكي أصدقائي،
بالتالي نحن في منطقة مهمة الآن، فقط يجب الصبر والانتظار إلى أن نرى ما الذي سيحدث هنا. ولكن كما قلت، نحن في تصحيح الآن، نحن في نطاق وسط النطاق، قد يعود إلى هنا ثم يرجع، وهذا هو دخولك. يجب فقط ألا تكون هناك دايفيرجنس بين هذه المنطقة وهذه المنطقة. إذا كانت هناك دايفيرجنس، يجب أن تظل تكون لديك يجب أن تكون لديك استراتيجية لتداول هذا النموذج. نحن نشترط ألا تكون دايفيرجنس بين هنا وبين هذا الشمال التي ستكسر، زائد أمور أخرى، يعني استراتيجية كاملة واضحة لدينا للتداول. وتعرفون أنا لا أعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات هنا، أنا فقط أقول لكم كيف نحلل. بالتالي الآن ما علينا الانتظار هو أن يكتمل هذا النطاق، نكتمل هذا النطاق فقط، ويكون هناك مومنتوم، قوة في كسره، زائد بعض الأمور الأخرى، بتوقع الصعود كما قلت إلى هذا المستوى، كسر القمة كهدف أول. تلاحظوا ما زالت هناك مسافة كبيرة، وكذلك مستوى 127 فصلة 127 اكستنشن، الذي هو هذه المنطقة 112 113 هنا. إذا هذا هو تصوري أصدقائي لحد الساعة لعملة شيبا، يعني تصور لحد الساعة ماشي على يعني على ما توقعناه. يجب أن تكون لديك شروط، يعني نتوقع الصعود بهذه الشروط، نتوقع الهبوط بهذه الشروط. لا نتوقع فقط صعود أو هبوط هكذا اعتباطيا، لكن تكون هناك شروط. إذا كما تلاحظون، هذا هو تحليل لعملة شيبا. أعطيناكم مناطق مهمة، وبالفعل هذه المنطقة أثبتت أنها مهمة جدا. إذن إذا أردتم احتراف هذه الطريقة وتعلمها بطريقة أكثر تعمق، ما عليكم إلا التحدث معي عبر هذا الرابط، أنا الذي أجاوبك مباشرة، هذا رابط تليجرام. استغلوا العرض قبل أن ينتهي أصدقائي، خذوا الرابط كاملا، أنا الذي أجاوبكم. لا تنسوا أن تشاركوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم، فجروا لايكات، دعاية وتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم لا أقل ولا أكثر، وأن العلم لا يعلم في الكتب. استغلوا العرض أصدقائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.